السلام عليكم. جالاكسي اس 23 اف اي نسخة المعجبين والكشف رسميا عن موعد الإطلاق المنتظر إن شاء الله. تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف جالاكسي اس 23 اف اي حيث ينتظر المستخدمون بشوق هذا الهاتف. واليوم أكدت الشركة موعد الإطلاق المرتقب بالإضافة لأجهزة أخرى. تفاصيل جالاكسي اس 23 اف اي: يتم تشويق للجالاكسي اس 23 اف اي بشعار The New Epic، واليوم أعلنت الشركة أنه سوف يتم الكشف عن الجهاز المذكور في 4 أكتوبر إن شاء الله، يعني بعد 3 أيام. وفقا للتقارير، من المتوقع أن يأتي هاتف الجالاكسي اس 23 اف اي بشاشة دايناميك أموليد فول اتش دي بلس مقاس 6 إلى 3 إنش، تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. ستطلق سامسونج هاتف الاس 23 اف اي مزودا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول في الهند، بينما استحصل الأسواق الأخرى على معالج الإكسينوس 2200. ومن المتوقع أن يأتي هاتف الجالاكسي اس 23 اف اي محملا مسبقا بواجهة الوان يو اي 5.1 مستندة إلى نظام التشغيل الأندرويد 13. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع دعم او اي اس، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجا بيكسل توفر تقريب بصري حتى 3X. بالنسبة لصور السيلفي والفيديوهات الأمامية، ذكرت تسريبات أيضا أنه قد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل. ومن المتوقع أن يقدم هاتف الجالاكسي الاس 23 اف اي ميزات أخرى، بما في ذلك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، وبطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 25 واط و15 شحن لاسلكي. ما رأيكم في مواصفات هذا الهاتف الرائع نسخة المعجبين الجديدة من سامسونج؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.